اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الحقيقه بعد ما انتهينا من اخبار النادي الاهلي او خبر او اهم خبر النهارده موجود في النادي الاهلي، عايز اقول لحضراتكم النهارده في خبر احدى المواقع الاخباريه اتكلم عن ان بدر بنون جاي له عرض من نادي النصر السعودي، وانا الحقيقه مش عارف ليه تحديدا نادي النصر السعودي سواء مع الشناوي او مع بدر بنون، على الرغم ان نادي النصر السعودي اعلن ان مش محتاج لاعبين اخرين، لانه كمان اتم التعاقد مع 7 لاعبين اجانب في قائمه نادي النصر، وبالتالي لا يسمح له بالتعاقد مره اخرى مع لاعبين اخرين محترفين اخرين. فالحقيقه انا النهارده فوجئت بهذا الخبر، وبعت لي عدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي على بهذا الخبر. طبعا من حق كل واحد ان يجتهد، ومن حق كل واحد ان هو يعرف الخبر، ولكن من حقنا ايضا ان احنا نرد على هذا الخبر ان هو خبر عاري تماما من الصحه حتى هذه اللحظه. بدر بنون وبالعقل الحقيقه وبالمنطق، خلينا نتكلم دايما زي ما بنتكلم مع حضراتكم بالعقل وبالمنطق. بدر بنون منذ ان جاء الى النادي الاهلي او منذ ان اتم التعاقد مع النادي الاهلي كل الناس بتشيد ببدر بنون باستثناء مباراه او مباراتين، وده طبيعي جدا ان انت تشوف اللاعب ماشي بشكل جيد وبعدين في مباراه او مباراتين بينزل مستواه، وده شيء طبيعي جدا في لاعبي كره القدم. ولكن بشكل عام بدر بنون هناك رضا كامل من جمهور النادي الاهلي على بدر بنون وعلى الاداء اللي بيؤديه بدر بنون، وبالتالي لا يوجد تفكير اطلاقا الحقيقه حتى هذه اللحظه في ان بدر بنون يكون في تعاقد مع فريق آخر أو الكلام، كل الكلام اللي بيتقال بقى على هذا الموضوع طوال النهار. فبالتالي أنا بقول لحضراتكم وتحديدا أن بدر بنون سيكمل مشواره مع النادي الأهلي، ومثل هذه الأخبار وهي على عهدة اللي قايلها ممكن كل واحد عايز يجتهد، وكل واحد يمكن يكون عارف خبر من هنا أو من هنا أو من هنا، ولكن في النهاية خلينا أقول لحضراتكم أن بدر بنون هيكمل مشواره مع النادي الأهلي، لأنه مفيش كلام خالص على هذا الأمر. بالعكس ده احنا واحنا بنتكلم دايما بنقول ان بدر بنون واحد من أفضل المدافعين اللي تعاقد معاهم النادي الأهلي خلال الفترة السابقة، ومن الناس اللي دايما بنشبهه بالنجم الكبير كابتن عماد النحاس، وكل جمهور النادي الأهلي بيبقى مبسوط وسعيد لما بيبقى بدر بيلعب في النادي الأهلي زيه زي بقية زمايله اللي موجودين، سواء أيمن أشرف أو رامي ربيعة أو سعد سمير أو ياسر إبراهيم، كل المجموعة اللي بتلعب في هذا المكان. الحقيقة هناك رضاء كامل على حتى هذه اللحظة، هناك رضاء على المجموعة دي، ممكن نزود أكتر ما نزودش معرفش الحقيقة إيه اللي هيحصل فيه لغاية لما تنتهي فترة الانتقالات اللي احنا موجودين فيها. ولكن يعني خبر بالنسبة لي كان خبر غريب جدا، وكنت لازم أعلق عليه أمام حضراتكم.